السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نسرين شدود. ان شاء الله النهارده بنتكلم عن درس مهم جدا وهو ليبريبسيون الحروف الجر. عندنا حرفين جر النهارده مهمين جدا، هو حرف الجر ا وحرف الجر ب، والفرق بينهم في ليفيتمون في الملابس. تمام، ركز معايا لان في كتير من الطلبه اشتكوا لي ان احنا بنتلخبط فيهم في استخدامهم. النهارده هناخد الفرق بين حرف الجر ا وحرف الجر ب. تمام، ركز معايا لاخر الفيديو واسمعوا للاخر عشان تقدر تفرق بين حرف الجر ا وحرف الجر ب. ركز معايا، حرف الجر ا وهو بستخدمه مع الملابس، بستخدم حرف الجر ا وحرف الجر ب للحديث عن ايه؟ عن الملابس. لكن استخدام كل حرف منهم بيختلف عن التاني في حاجه ايه؟ بسيطه. تعالوا نشوف الاختلاف ما بينهم. حرف الجر ا ده بيجي مع شكل الملابس. حرف الجر ا بستخدمه مع شكل الملبس، شكل اللبس اللي انا بستخدمه. تاني حاجة بستخدمه مع زخرفة اللبس. ازاي؟ بستخدمه مع شكل الملبس سواء كان بكم او نص كم، تمام، او طويل او ايه او قصير. مع الزخرفة سواء كان القميص مثلا او اللبس غير لابسه سادة او كراهات او ايا كان الزخرفة بتاعته او مقلم. طبعا زخرفة اللبس تختلف من لبس ايه؟ لاخر. يبقى اول استخدامين لحرف الجر ا انه بيجي مع شكل اللبس وبيجي مع زخرفة اللبس. بيجي مع شكل اللبس زي ا كابوش. ا كابوش يعني ذو غطاء راس، اللي هو مثلا زي كل حاجه بزعبوط. تمام، ذو غطاء راس اللي هي ا كابوش. تاني أمون، أمونش لونج، أمونش لونج يعني ذو كم طويل. بإيه؟ شكل من أشكال اللبس إن هو ذو كم طويل. أمونش لونج يعني ذو كم طويل. أمونش كورت، أمونش كورت اللي هي الحاجة اللي هو عليها إيه؟ نص كم أو نصف كم. تمام؟ أمونش لونج يعني ذو كم قصير. نشوف مثال عشان نوضح اكتر. مونابورت ان روب امونش كورت. مونا بترتدي فستان ذو اكمام ايه؟ قصيرة. بترتدي فستان ذو اكمام قصيرة. يبقى حرف الجر ا بستخدمه في السؤال عن شكل اللبس او للحديث عن شكل اللبس زي اكابوش امونش لونج امونش أو أمنش كور ذو أكمام قصيرة. بيجي مع الزخرفة زي أبوا. أبوا يعني منقط. بنشوف بعض الإمصار أو بعض المساكين بتكون إيه؟ منقطة. تمام؟ أبوا يعني منقطة. تاني حاجة أفلوري. أفلور. أفلور يعني مشجر. أفلور يعني مشجر. أكرو اللي هي الإمصار الكرهات أو الفساتين الكرهات. تمام؟ أكرو اللي هو الكرهات. طيب. نشوف مثال. مونابورت أن روب أبوا. مونابورت أن روب أبوا يعني منى ترتدي فستان منقط. يبقى أولاً خدنا حرف الجر أ بيجي مع حاجتين، بيجي مع شكل اللبس، شكل الهيكل العام للبس، ومع زخرفة اللبس. لكن حرف الجر أون بيجي مع إيه؟ حرف الجر أون بيجي مع المادة الخام، بيجي عن المادة الخام اللي مصنوع منها اللبس، أو بيأتي مع المادة الخام التي يصنع منها إيه؟ اللبس، زي إيه؟ زي أون كورن. أون كوتن يعني من القطن
انكوي. انكوي يعني من الجلد، يكون مثلا لابس جاكيت من الجلد او جزم او حزام من الجلد، تمام. انكوير. انجين، انجين يعني من الجنس، انجين يعني من الجنس. انلين، انلين يعني من الصوف، انلين يعني من الصوف. انفلور يعني من القطيفة، أغلب الملابس الشتوية طبعا بتكون من القطيفة اللي هي انفلور. فلور، انفلور يعني من القطيفة. طيب نشوف الأمثلة اللي عندنا. موناكورت، موناكورت منا بترتدي. ان جوب بترتدي جيبة. ان كوتن بترتدي جيبة من القطن. آخر مثال، علي بورت دي شيسور اون كوير، علي بيرتدي أحذية من الكوير من الجلد، علي بيلبس جزمة أو أحذية من الجلد. يبقى عندنا حرف الجر أ وحرف الجر أ، الفرق ما بينهم، الفرق ما بينهم إن حرف الجر أ بيجي مع شكل اللبس وزخرفته، بيجي مع شكل وزخرفته اللبس، لكن حرف الجر اون بيجي مع المادة الخام اللي مصنوع منها اللبس. وبكده نكون انتهينا من درسنا. يا رب ينال على اعجابكم، ويا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا شير للفيديو عشان تكونوا زي ما بتدرسوا الفيديو. والسلام عليكم.